المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد وأنسة جديدة من مزاج سوداني. رحب دائما وأبدا ب يعني الضيوف الأعزاء دكتور أنس العاقب، ونرحب بالأستاذ زبير سعيد. وفي بداية حديثنا نقول إنه الأغنية عندها أنواع وأشكال، والغنى نفسه بيخدم أغراض مختلفة وبيشتغل على موضوعات كثيرة جدا، ويمكن أقوى الأغنيات هي الأغنيات يعني المتغلغلة في المجتمع، الأغنيات الشعبية البسيطة. واحدة من أهم الأنواع دي أغنى البنات، باعتباره يعني واحدة من الحاجات العظيمة جدا وظاهرة كبيرة جدا حصلت وكان لها ما بعدها، ويعني هي تحمل فكرة ومضمون ومواضيع مختلفة. نبتدر هذه الأمسية مع الفنانة الجميلة عبير علي. I'm
طيب شكرا جزيلا للفنان الرائعة عبير علي. ونرجع لأغنية البنات يا دكتور أنس. أغنية البنات يعني أخذت مساحة كبيرة جدا في تاريخ الأغنية السودانية ومتغلغلة في جذور الثقافة بتاعتنا، فكلمنا عن أغنية البنات. أغنية البنات في الخرطوم سموها أغنية البنات لأنه المجتمع يتغير. مجتمع بقى مدني وعنده قوانين وعنده تقاليد وكده. المرأة ما مسموح لها تظهر في الحفلات وتغني بصوت عالي وكده، لذلك يغنوا سرا بيسموه غنوا البنات يعني، لكن هو ما أصلا غنوا البنات، هو غنى المرأة. أصلا هو غنى المرأة، وهو بدايته بيبدأ بهذه المرأة الوالدة بتغني لطفلها. يعني ده أول لحن قالته المرأة ليه عشان تقدم. ثم كصبية مشاركة في الحفلات وكذا وبتاع وبتغني مرات كذا، ثم كشابة كبيرة برضو ممكن تبقى تغني وكذا. المرأة مشاركة في الحياة، في الحصاد، في الزراعة، في الاحتطاب، في الحفلات وهكذا، هي جزء أساسي من المجتمع العايشة فيه، ولذلك لازم تعبر عنه، تعبر عنه بالغناء. في بعض العادات والتقاليد في السودان مباح لها تغني، يعني مباح لها تغني بصوت عالي يعني، وتشارك بالرقص مع الرجل أيضا. يعني شفت أنا في دارفور وفي كردفان وكذا ترقص، يعني ما عندها مشكلة. ده مشكلة في الوسط، وسط المركز. فعشان كده الغناء بتاع سميناه غنى البنات بقى مصطلح. حتى بعض الاغاليم ذات اللي كان فيها المراه بتغني وبتاع سموا غنى البنات برضو، لكن هو مختلف يا لؤي. نعم. يعني غنى بتاع الحفلات والبتاع ده متروك للمراه، المناحه للمراه، غنى الحماس للمراه. في بعض المناطق الرجل لا يغني، تغني المرأة، وفي المرأة مرأة خاصة كمان. هو المجتمع كده تقاليده كده. نعم. الرجل عليه ينشئ أسرة ويدافع عنها ويأكلها ويشربها، فكيف ويدافع عن هذه الأسرة ويشارك في بنائها يعني، لكن ما يغني. نعم. تغني المرأة ومرأة معينة يعني. لكن المجتمع السوداني لما مدينة أم درمان دي تحررت، أنا بقول كلام دي يعني، من قيود المهدية وانفتح الباب على الإبداع، فظهر غنى البنات. أول حاجة ظهرت غنت عشر فلاتية بصوت على الراديو كمان، وغنت للحرب وغنت للجنود. ومن بعدك الغنى البنات بقى مفتوح يعني. احنا في لغايه زمن بسيط كده كان غنى البنات ده محصور في الصبحيه لغايه قبل المغرب، ثاني ما في غنى بنات، ثاني غنى رجال حفلات. المساله دي بقت المراه اللي بتغني هي ذاتها اتعلمت وعاشت الحياه وعاشت العواطف وعندها اشجان وعندها امال وعايزه تبني اسره وكده. في القيود الحاصلة في المجتمع السوداني المتحافظ المحافظ، أقول مدينة أم درمان دي مجتمع محافظ يعني، لازم تعبر عن نفسها. نعم. تعبر عن لأول مرة، تفصح عن دواخلها، وتفصح عن دواخلها بأنها تغني للزول اللي بيحبه. صحيح. أو الزول اللي هي يعني معجبة به يعني، لو كان طبيب، لو كان قاضي، لو كان أستاذ، لو كان كذا، وتوصله يعني. فظهر هنا كثير جدا جدا يعبر عن هذه المسألة، هي الحرمان العاطفي، القيود الشديدة على المرأة، التقاليد الصعبة يعني. يعني أنا أقول لك يعني، في الستينات أنا غنيت في حفلات. نعم. عندها قاعدة يعني، ما فيش رقص مختلط. نعم. كيف تغني تجيب تمتم عريس يجيب واحدة هناك يرقصها، ما في زول يبشر فيها، يستحيل إلا نرسل عريس وكذا. كانت في غيوط كده يعني. نعم. في كابلي ومحسبان حسين وكذا، كانت مسائل كده. بعد ذاك مثلا انتشرت بقت ظاهرة،
يعني بقت هنا البنات ظاهرة، وصل مرحلة أنه تجاوز الخط الأحمر. الله يفتح عليك، أنت مسكت الحتة اللي أنا قاعد أمشي بها لأستاذ زبير. مسكت الحتة اللي أنا عايز أمشي بها لأستاذ زبير، وعايز أقول لك يا أستاذ زبير من الكلام اللي قاله دكتور أنس أنه أغنية البنات كانت مقدمة على الغنى العادي في جرأة الطرح، يعني كانت جريئة في المطالب بتاعتها، وكانت أكثر جرأة وانفتاح. يعني يمكن اللي ما بيتقال في الغنى العادي كان بيتقال في غنى البنات صراحة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ طبعا سليم، لأنه هو إضافة لكلام أستاذنا دكتور أنس، أفتكر أنه هو الظاهرة ذاتها في تفسير المتقدم، أفتكر أنه تعبير عن 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 شكل من أشكال الكبت، يعني نعم الكبت المورس بحسب المجتمع المنقلق جدا والمحافظ جدا. وبعدين الحوار ذاته المسمى ذاته مفخخ جدا، يعني غنى بنات معناه يغنوا بنات ويسمعوا بنات، ودي من الحقيقة الحاصلة يعني ويسمعوا بنات. لكن الحصل في الارتخاء حصل إذا جاز التعبير، يعني في عصب المجتمع وتقاليده ومحافظته، خلى الشكل التعبير ذاته يحصل فيه انفلات. برضو يا جماعة في حاجات مهمة نحن بدنا نستصحبها، الإشكالات الاجتماعية المجتمعية اللي حصلت، يعني زيادة نسبة العنوسة، زيادة نسبة الطلاق، زيادة نسبة الفشل العاطفي، زيادة نسبة تأخير الزواج من قبل الرجل، زيادة مشكلة عدم استيعاب المرأة في الحيز الإبداعي الجمالي ذاته بالمناسبة، يعني خلى المرأة تشعر بشيء من الضيم وتشعر بشيء من الانكسار. نعم. فلذلك هي خرجت بهذا الشكل من أشكال الغناء على أساس أنه هي توصل صوتها مش للسلطة السياسية، توصل صوتها للسلطة الاجتماعية. وفي كثير جدا من أشكاله هو كان شكل بتاع تمرد على الأسرة ذاتها، يعني البيت مارست شكل من أشكال التمرد على أسرتها ذاتها، الرفض مثلا والإلزام علينا تتزوج ود عمها وغطي قدحك والتفاصيل العجيبة دي، هذه كلها أشكال الغناء ذاته، الغناء في حيزه الواسع جدا ما التفت للمسائل دي، ما التفت لها، ما التفت لمعالجة كثير جدا من تفاصيل قضايا المرأة الخاصة في مفهوم الغناء العام. اهتم بالعموميات، اهتم بالغناء لقيم ولحاجات كثيرة جدا منفتحة. ده ذاته ليه؟ لأنه الخوف من مأزق المحاكمة الاجتماعية. حتى بتلقى إنه الغناء ده ما في زول وراه، ما في زول بيعترف اعتراف جهير بأنه هو الكتب. أنا حسب ما يعني بحثي وتفاصيلي، غنى كثير جدا من غنى البنات كاتبينه رجال صراحة يعني. نعم. لكن تواره، لأنه لو ظهرت المجتمع بيحاكمك محاكمات صعبة جدا. صحيح. والبنات ذاتهم لا بتعرف الغنته منه ولا بتعرف اللحانته منه، ده كله شكل من أشكال الخوف من محاكمة المجتمع الصارمة جدا. صحيح. عشان كده لكن الأغنية تنتشر وتأخذ مساحاتها وتصل وتعبر ويقدر يقولوا كلام، يعني كلام ما بيقدر يقولوا بالشكل المباشر بيتقال يتغلف، هو شكل بتاع كبسلة للهروب من محاكمة المجتمع. حقيقة يعني يمكن يا دكتور أنس رجع لك بس في حتة بسيطة، إنه يعني أغنية البنات ما عندها صناعة تحت الأغنية العادية، بل بالعكس يعني هي الدائرة بتاعتها قصيرة جدا، الدائرة بتاعتها بتنفى صناعة الأغنية دائما تكون في نطاق دي، يعني في حي أو في حلة أو في بيت أو وسط، يعني لذلك يعني هي سريعة الانتشار، ويعني دائما ألحانها بتمتاز بالبساطة وبالتلغائية وحاجة بسيطة، عشان كده انتشارها بيكون أسرع من بقية الغنى الثاني. رأيك شنو؟ تفضل. بل قلنا البنات وصل مرحلة تجاوز الخط الأحمر، خطوط الحمراء. نعم. والخط الأحمر كان في الأول إشارات يعني فيها سمو، بعدها تبقى فيها تصريح، بعدها فيها تصريح يعني يقول لك اللبن أبو ليب عديد كده، يعني العريس رفضوه يعني وغير كده يعني. لكن في حتة نحن ما قاعد ننتبه لها، الاحتفال بتعليم العروس ده بطعم مغلق. العروس دي لازم يعلموها رقيص، والرقيص مبرمج فيه شغل مسرحي، صح. الغنى ذاته اللي بيتغنى استعراضي، فيه المعاني ذاتها. نعم. وفيه صراع بين أنها هي لازم تهزمه تقع قبل ما يمسكها يعني، فده جزء بيجي من التراث. يعني أنا
اسمح لي اقول الكلام ده. انا طفل صغير يتزوج واختبت ابوي، وكطفل دخلت مع الناس قطع الرحم كطفل يعني بريء، والمشهد ده انا ما انسى لما نموت. انه اختي دي قالت تكون شبه عاريه، شبه عاريه يعني، يعني هنا هنا شنو سابوا الحاجات زي السبح كده انت كيف، والرحم ذاته ما مغطيه يعني انت كيف، وبترقص انت كيف. ده كان دودو، ده انا شفته بعيني يعني. بعد ذاك كبرنا بقينا نتلصص في بعد نتلصص نشوف العروض رقصت كيف لو كانت في الحوش. مرات اقول لك فنانه غلبته الثلاثه، اديته ثلاثه ما في وابنين ما في وهكذا يعني. شوف يا المراه عايزه توري انها هي موجوده وبتنتصر وبتقدم نفسها بشكل مختلف، بشكل فيه 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 انثويه، فيه اغراء يعني، وفيه فن. فده يعني لو كان نحن زي الهنود والله كان كنا زي اوروبا ولا بتاع كان اخرجوه قدموا لنا الناس يعني، لكن احنا ما بنقدمه لانه مجتمعنا احد. انا بس داير اقول انه الغنى اللي كان بيتقدم كان متقدم جدا يعني. البنات دل بالدلوكه دي حافظات السلالم وحافظات الايقاعات، وزي ما قال تفضل الاستاذ الغنى بتبدا ببيتين، بعد شوية تجي بيت تضيف لها بيت، نعم. تجي بيت تاني تضيف لها بيتين تاني، تمشي الحلة الفلانية يضيفوا لها حاجة تاني، بعد شوية الأغنية دي بتكون ما معروف سيدة منه وجاي من وين. مرات تلقى الأغنية هي ذاتها اتغنت في كسلة بشكل واتغنت في القضارف بشكل. روايات كثيرة. طيب نحن نمشي نغير عيل الحتة دي ذاتها، لكن نمشي نستمع إلى فنان الرائع شموس ونرجع تاني نواصل. Thank you.
طيب شكرا جزيلا للفنان الرائع الشموس، ونرجع لك يا أستاذ زبير. ويمكن أغنية البنات يعني موضوعاتها كانت كثيرة جدا، لكن في الآونة الأخيرة أغنية البنات تبدلت، يعني موضوعاتها بقت لحتة ثانية. زمان كانت الموضوعات في الفئة على يعني على خفة ورشاقة الطرح، إلا كانت عميقة يعني. يعني كانت أغنية البنات بتتكلم عن الأساتذة والمعلمين، بتتكلم عن الأطباء، بتتكلم عن أدوار حقيقية داخل المجتمع. لكن الآن يعني تبدلت هذه المعاني ومشينا لحتة ثانية. رأيك شنو في الكلام؟ والله هما انعكاس طبيعي لحركة الانفراد عقد المجتمع نفسه، لأنه المجتمع كان محافظ وكان منضبط وكان عنده رغيب ذاتي، والأسرة نفسها كانت متماسكة، والمسائل كان بينظر لها بمنظور فيه يعني قدري عالي جدا من شكل المحافظة على السمعة، على المكانة الاجتماعية، على الوضع. حالة الانفراد عقد المجتمع نفسه وحالة الانحلال اللي حصل، أصلاً الناس بتكلم بقول لك سيولة أمنية، هو في سيولة ثقافية وفي سيولة اجتماعية وفي سيولة أخلاقية. دي كلها بالمناسبة انعكاساتها طوالتها، يعني في تزعة طويلة ثقافية ناس ما قاعدين تقولها، في تزعة أوريك لها كيف تزعة طويلة ثقافية، دي الشلي بذاته عشان نتكلم نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني ناس زول شال منك قروش، في زول بيشيل منك حبيبك، في زول بيشيل منك زول عديل، بيشيل منك زول عديل بني آدم كامل، يبقى دي 90 طويلة ما 9 طويلة. فعشان كده المسائل دي موجودة. المسائل دي معيارها كان شنو؟ معيارها كان انضباط المجتمع، انضباط المجتمع في حركته، في علاقاته، كرغبة ذاتية، ما قوانين. أساس الظواهر دي ما بتحاكمها قوانين ولا اتحاد مهن موسيقية ولا قانون مصنفات، نكون واضحين. المسائل دي يعني معالجتها بتكون بالوعي، معالجتها بتكون بالارتقاء بمستوى ثقافة الناس وإحساسها والحياة نفسها. الحياة نفسها لابد أن تكون في مستوى يليق بالإنسانية، لأنه شكل التدهور والتراجع الحاصل بالاقتصاد انعكاساته طوالي تبقى الأشكال الإنفلات التعبير الحاصل ده. يعني لما نقول يعني والمجتمع ذاته أصبح الصفاية بتاعته الغربال بتاعه بقى ما ناعم. نعم. يعني مثلا التمر، يعني من يجي فنانة وتغني في بيتك، في بيتك وتغني راجل المرة حلو حلا، وانتوا كلكم بيها ولاد عمك تقوم تبشروا، انتوا بالمناسبة ما عبرتوا فقط، انتوا أجستوا منشور ثقافي خطر جدا على الأجيال، والناس مفروض تنتبه. لأنه في المناسبة بتاعت الزواج، المسرح المفتوح ده، المسرح المفتوح على الوجدان العام ده، في أطفال في نشأ في مرحلة بتاعت التقاط، في ناس بتلتقطوا الرواسب دي وبتشكل حاجات أساسية في وجدانهم، بعدك بتبقى لهم إشكالات. بعدين المجتمع نفسه يا جماعة، حالة الانفتاح ما معناه الانفلات. صحيح. انا مع الانفتاح المسؤول، انا مع البيت اللي بتعبر بصراحه عن انها هي بتحب فلان مالو. انا ضد الدسديس، مساله الدسديس في العلاقات الاجتماعيه هي اللي بتقود لشكل التعبير المنفلت ده. صحيح. الانفلات اللي احنا شايفينه في ده 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 بالمناسبه الظاهر من جبل الجليد، ده انعكاس لحالات بتاعت انفلات، ده انعكاس لحالات بتاعت عدم مسؤوليه تجاه العاطفه. ناس بيحبوا لكن ما بيتحملوا مسؤولية هذا الحب. نعم. يفتكروا إنه الحب قعود في النجيلة كده وقطع ورود، لا أبدا. الحب ده مكنون إنساني، مسؤولية. يعني أنت لما تحب إنسان معناها بتفكر لتأسيس علاقة متقدمة. صحيح. الحاجة دي لما نتعبر عنها في غنى البنات بتعبر عنها بالشكل الموجود في الواقع. غنى البنات ده قاعد يفضح حاجات كثيرة، بلاوي موجودة في المجتمع إحنا ما قادرين نصرح بها. وده بأكد يا أستاذ زبير، بأكد إنه الفن ده ما بيجمل، بكل تأكيد. الفن ده يعني إذا في زول بيفتكر إنه الفن ده هو نوع من التجميل، يعني الفن ممكن يعمل عمليات تجميل للحاجات، أبداً. نعم. الفن يعكس واقع المجتمعات كما هي، بكل تأكيد. وده يا دكتور أنس، يعني قبيل الحتة اللي قلتها لك بتاعت يعني رشاقة اللحن بتاع أغنية البنات، إضافة لها الآن بقت التكنولوجيا كمان، يعني بقت الأسافير مفتوحة و يعني السوشيال ميديا ما شاء الله يعني تعيش بالحياة، ونجينا نشوف حياة غريبة جدا جدا ومحتوى غريب يعني. صحيح. وده ودينا لحتة فيها شقين، يعني الشق الأول إنه يعني إحنا برانا كفنانين مهما بقت المؤسسات شكلها شنو بتقدر تحارب هذا النوع من الغناء، يبقى إحنا لازم نشترك معانا المجتمع في محاربة يعني هذه الأفكار. طيب إحنا هنرجع حنيجي نواصل إن شاء الله في حديثنا، لكن نستمع إلى أغنية ونرحب بالفنان رفيع أحمد عيسى. تفضل يا رفيع.
طيب شكرا جزيلا للفنان رفيع احمد عيسى. احنا في الختام في ختام هذه الحلقه انا عايز اقول لك يا دكتور انس انه اغنيه البنات جزء من الموروث بتاعنا الثقافي، واحده من الحاجات المهمه جدا عندنا وجزء من التراث السوداني. يعني تخيل لي برضو الاهتمام بها كنوع من انواع الغناء يعني كان بيخدم قضايا، حاجه مهمه جدا يعني. فيعني رايك شنو في اعاده انتاج غنى البنات وجمعه بحيث انه يكون يعني مرجعيه للناس الان، لانه ما زالت اغنيه البنات موجوده بس تبدلت يعني المعاني والتفاصيل فيها، بقت ماشيه لحته غريبه شويه يعني، ولكن مرجعيه للاغنيه البنات بشكلها المعروف ممكن تساعد كثير يعني في تصحيح الاوضاع يعني ما يتعلق بالغناء او اغنيه البنات يعني. رايك شنو في الكلام؟ واضح انه المجتمع السوداني الان مقبل على مراحل جديده من تاريخه يعني، وهذه المراحل عبرت عنها الاغنيه بتاعت البنات يعني من قبل الحرب والعالميه الثانيه، وتطورت زي ما قلت لك انها مرحله بتاعت امنيات وفي الخفاء كده، ويعني بخجل كده المراه تطلب حاجات كده لغايه ما بدات تفصح عن نفسها بوضوح يعني، وتتغزل في الرجل كمان يعني، وتختار له المناصب هي بتحلم بها المتقدمه يعني، اذا كان طبيب ولا كان ضابط ولا كان ما افندي عليه حال يكون فنان مثلا، يكون زيدان مثلا. فدي توري انه المجتمع السوداني ماشي لقدام سلبا او ايجابا. الغناء المره تناول زي ما قلنا بطالب بخفوت كده، ثم اعلن، ثم اداها بشكل مختلف. وطبعا في اثناء المساله دي في الغناء ذاتها قاعد تتطور وتزيد يعني هي ذاتها كهيكل كده بتزيد. نعم. وتزيد عليها بيوت جديده تعبر عن مرحله جديده وديك زمان مختلفه يعني، الى ان وصلت المراه انها يعني صرحت بالممنوع يعني. نعم. وتجاوز الخط الاحمر، بل هي رفضت واحتجت، لانه كمان كان المجتمع تحليها هذه المساله، جامعات لا عندها حد والمجتمع مفتوح وكذا وبتاع، بيقول ما في حدود زي ما قال تفضل الاستاذ، انه المجتمع كان عنده تقاليد، الاسره عندها تقاليد، كل شيء كان عنده التراك بتاعه اللي ماشي فيه، وما بيقدر يكيد ويمشي كده. الان كلكم بتعرفوا انه البيت الان بتغني دخلت في السياسه، أغنية البنات الآن دخلت في السياسة، بتعمل في أغاني مع الثورة، وتظاهرت في الثورة وردت عنها ممكن تحارب أيضا يعني، تمسك الزنبال وترجعها فالمجتمع ماشي لقدام. نعم. المجتمع ماشي لقدام يعني. الخوف من شنو؟ الخوف من إنه إحنا ما قادرين نلم المسألة عشان ما تتدفق بإيجابي وبإيجابي، ما قادرين نلم، لأنه لعلمك إنه في أوروبا الناس وصلوا مرحلة إباحية كده، لأنه القوانين بتحليهم، نحن ما عندنا قوانين. نعم. عشان تعمل حصار على المسألة وترزمها، لكن برضو مهما يكون الواحد بيأمل في المجتمع السوداني خير. نعم أكيد. لا زال فينا خير يعني. الخوف والخجل والبتاع عندنا لا تزال موجودة، لكن المجتمع ماشي لقدام. أنا أفتكر أنه بثورة ديسمبر 18 المرأة وصلت مرحلة جديدة، شاركت في الثورة بالفعل وبالغنى وبالمشاركة مع، فأفتكر أنه ده اتجاه يعني حميد يغلب على الغنى السائدة يعني. أفتكر لم يعد هناك من داعي لانه يعني يكون في غنغونات بعد ده. نعم. ما في له داعي بعد ده، خلاص براه بينتهر، براه بينتهر. فان شاء الله وبعدين شاكرين يعني على الدعوه دي. شكرا جزيلا يا دكتور انس. ويعني ممكن ماشي على استاذ زبير في الختام. يا استاذ زبير، غنيه البنات
مهما كان هي أغنية موجودة عايشة وسط الناس في مراحل مختلفة، وحتى الآن يعني رغم الطروحات الغريبة قاعدة تطرحها الآن إلا أنها عايشة وموجودة، فلا بد من تصحيح يعني فكرة أغنية البنات الآن، لأنه الآن الشارع بيجي يستقبلها. قبل أنت أشرت لأنه بيوت الأعراس الناس بيتعاملوا مع بيت العرس باعتباره منبر صغير، رغم أنه أنا بلقى مرات بناتي في البيت حافظين كلام غريب جدا جدا بيجيبوه من المناسبات، يعني بقوم بقول لهم أنا أكون في ظل يسمعكم يعني تقولوا كلام زي ده، أنا دي مسؤولية يعني. فرأيك شنو في كلام؟ والله شوف أنا قلق على حاجتين في الظاهرة بتاعت غنى بنات. هو غنى بنات كمضمون يغنى ولا كحاجة تقدم بأصوات البنات؟ لأنه التعريفين دي لأنه عامل لي شوية تشويش كده. نعم. إذا تكلمنا كمضمون أنا أفتكر أنه الغنى البنات ده بيشي من الاحتواء، يمكن أنه يجير في مصلحة رتق النسيج الاجتماعي زي ما يقولوا السياسيين. نعم. ما قاعدين يرتقوا أي حاجة يعني. ممكن الغنى البنات ده يوظف بشكل، وده لكن داير مشروع جاد في حل مشكلات المجتمع. نعم. لأنه أنت لا يمكن أنك أنت تخلي البنات ده يغنن في إطار اجتماعي سليم وانت ما قادر تجد حلول لمشكلات بتاعت نساء يعني معقده جدا. نسبه العنوسه في السودان مغلقه، نسبه الطلاق مزعجه، نسبه هروب الازواج من مسؤولياتهم مزعجه، يعني دي كلها معباء انت كدوله وكمجتمع ما قاعد تساهم في ايجاد حلول لها. يعني هم ينتحروا ولا يقوموا يحاولوا يفضفضوا ويغنوا، انا بجد لهم جزء من العذر بانه هم يعبروا عن مكنون بالشكل اللي بيشوفوه مناسب، ده حقهم، دي حريه. لكن انا قلق من الحته بتاعت انه غنى البنات ده بشكله ده اللي بيقدموه الغنات ده ماشي في سياق خلقي مهدد خطر جدا على النسيج الاجتماعي، اللي هو مساله تمجيد بعض القبائل. يعني عباره تمجيد بعض القبائل وتديها افضليه على قبيله. الكلام ده بالمناسبه الاثر بتاعه على النسيج الاجتماعي خطر جدا. وما عندنا مشكله، من قديم الزمان المراه تمجد قبيلتها، تمجد أسرتها، تمجد رمزها الباسل بابكر وغيره، دي موجودة في ثقافتنا. لكن الخطر الهسي ماشي ده مخيف جدا. الحاجة الثانية الخطيرة مسألة أنه غنى بنات يغنى بأصوات رجال، أنا أفتكر أنه دي مسألة بتاعت يعني كثير جدا طبعا ما يعني محتملة المسألة. نعم. دي بالمناسبة المجتمع إذا قبيلة معناها أجاز يعني انحلال أخلاقي خطير. ده لسه قاعد يحصل فعليا مع الأسف الشديد. نعم. يا أستاذ زبير يعني ما قلقك، لكن ده الحاصل حس حاليا وكلام ده عادي جدا. لازم نلقى له حلول، لازم حلول، لابد نلقى له حلول بالضروره. نعم. والله احنا يعني الحديث يعني صراحه كبير جدا وطويل، فتحيه للمراه السودانيه في كل مكان، وان شاء الله تكونوا دائما بخير. وشكرا جزيلا على المتابعه، ونحن في ختام هذه الحلقه نقدم يعني الثلاثي الجميل رفيعه وشموس وعبير. يجوا عايدين